هجم وزير الطاقه الامريكي ريك بيري استمرار ايران بالاعمال الارهابيه وزعزعه الاستقرار في المنطقه وقال بيري في خطابه امام المؤتمر العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه في فيينا ان هناك حاجه لاتفاق جديد ينهي انشطه ايران العدوانيه معتبرا ان الاتفاق النووي كان عباره عن صفقه معيبه فشلت في معالجه السلوك الايراني واضاف بيري ان الولايات المتحده اعادت فرض العقوبات بسبب الاعمال الارهابيه الايرانيه مؤكدا سعي واشنطن الى التوصل لاتفاق يتصدى بالكامل لبرنامج ايران النووي ونشاطاتها المستمره المزعزعه للاستقرار